السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. طبعا زي ما احنا متعودين ان البرنامج مش هيكمل غير بخبيرة التجميل الأستاذة روعة الموجي. أهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك يا استاذه وفاء، ومعانا أستاذة ولاء عزت، أخصائية موارد أعمال دارت عميل. إدارة الأعمال واخصائيه موارد بشريه، شرفتنا قبل كده مرتين وهي جت معانا مره كمان. احنا مبسوطين جدا ان هي بتظهر معانا. اهلا شكرا، وسهلا اهلا بحضرتك. بيكي يا حبيبتي وشكرا على التقديم الحلوه الجميله دي. انا بجد مبسوطه ان حضرتك بتكوني معايا، وبجد بتفيديني وبتخليني استفاد جدا بوقتي. ربنا يخليكي، وخصوص بقى اللي انت قلتيه المقدمه الحلوه الجميله دي، يعني هتكون النهارده يعني عنوان فقرتنا عن الجمال ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله، بس قبل طبعا ما اتكلم يعني ادخل في عنوان الفقره، عايزه بس اقول كل سنه والعالم كله بخير. يعني ما ساعدنيش الحظ ان انا اكون موجوده معاكم الحلقه اللي فاتت، فيا رب سنه سعيده، واي حد انجرح او اتالم يا رب تكون السنه الجايه دي علاج لاي جرح واي الم، اي الم اذا كان معنوي او الم جسدي. يا رب سنه جديده سعيده، صفحه جديده، امل، تفاؤل، خير، عطاء، نماء، وفاء، انتماء. مش هقول لابعد مدى، لاخر المدى. مش هقول السنه دي بس، لا، مش هقول السنين اللي فاتت كانت سنين عجاف، لان طول ما فيها ستر وصحه مش هتبقى عجاف. يا رب يعني يكون بس اي وجع والم بس يتعالج ان شاء الله ويتداوى في السنه الجديده والسنين الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وبرضو عايزه اهني برضو العالم كله والاخوه المسيحيين بكره بالعيد، كل سنه وكلنا طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم كلكم يا رب. وعايزه بس اخص بالذكر بالتهنئه الدكتوره ضياء دميان، يعني دي قدوتنا وقادتنا بجد، يعني قد ايه انسانه جميله وحنونه وبتحتوينا. كل سنه وانت طيبه وكلنا بخير يا رب، وكلنا بخير. نفسي بس اقدم تهنئه لانسانه غاليه قوي على قلبي اسمها فاطمه عابدين خطاب عمر، خدت رساله الماجستير. يا ريت ننزل بالصور بتاعتها، ننزل بالصور بتاعتها بس عشان نشوفها. يا ريت، احنا كلنا بنهنيها طبعا. خدت رساله الماجستير كليه الزراعه جامعه المنصوره، ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب. ومن نجاح هي معانا دلوقتي، ومن نجاح لنجاح يا فاطمه يا حبيبتي. وبشكر كمان، يعني اخص بالشكر كمان، يعني احنا كلنا بنهنيها طبعا طبعا، فريق المناقشه والحكم، يعني بجد كانوا بيطلعوا، يعني بيطلعوا لقالق من بقهم، مش بيقولوا كلام. قد ايه كانوا محتوينها وقد ايه كان قلبهم جميل، يعني بجد ربنا يزيدهم علم ويزيدهم جمال قلب. مفيش بجد اجمل من قلبك انت بجد. يعني دكتور رجب حفني، يا رب اكون بقول الاسامي صح، دكتور عادل عيد، دكتور محمد شطا، دكتور محمد سالم، دكتوره هبه الله، بجد كانوا محتوينها بشكل جميل جميل جميل. من ضمن المناقشات اللي انا حضرتها بجد امتعتني جدا، ربنا يزيدهم يا رب بجد يا رب يا رب. نزيدك كمان معاهم، يعني انت ما شاء الله عليكي، برضو انت عايزه جوايز كتير قوي اللي انت بتعمليه معانا ده، واللي انت بتقوله لنا وبتفيدينا وبتفيدي جمهورنا بكل كلمه، كبير كل كلمه جدا بتقوليها ليها معنى. يعني يا ريت اكون بجد قادره افيد الناس. انا جايه، انا باجي اقعد هنا بجد، انا مش عايزه اعرض عن حاجه او اعلن عن حاجه، انا جايه بجد اساعد الناس. انت قلتي النهارده ان انت هتكلمينا عن الجمال. احنا هنا جمال هيخص حاجه معينه ولا الجمال عامه؟ جمال عامه. انتوا هنا القناه عندكم اسمها ايه؟ الصحه والجمال. البرنامج اسمه ايه؟ جمالك مع جمالك روعه. انتوا تتكلموا عن الجمال بصفه عامه. انا يعني انا مشبهه هنا القناه والبرنامج ان انا مثلا ماشيه في بستان جميل قوي وفي مجموعه زهور، يعني كذا نوع او جميع الانواع. وبتمشي من كل نوع يعني بتقطفي زهره وبتعملي كده بوكيه جميل بتقدميه للساده المشاهدين، بتشوفيه فعلا هو يا رب يكون بيعجبهم، ويا رب يكون شتى المجالات اللي انتوا بتتكلموا فيها فعلا بتكون بتعجب المشاهدين وبتفيدهم. تمام. اول ما بدانا البرنامج كانوا دايما بيحسبونا ان احنا هنقدم عن التجميل بس، لا، فاحنا مش عارفين ان احنا بنتكلم عن الجمال بصفه عامه. انتوا بتتكلموا عن الجمال في كل المجالات، كل حاجه فيها كل جمال، المجالات، جمال الشكل والروح والشارع والبيت
وكل حاجة والأخلاق والأخلاق والبيت والترتيب كل والوقت كل حاجة كل حاجة جميلة. يعني أنا مشبهة بجد إن ده بستان اسمه، أنا مسميه بستان الجمال، وأنتوا ماشيين بتقتطفوا بقى من كل نوع زهور زهرة كده زهرة من أحلى الزهور اللي بتيجي بجد هنا أصلا. لا بجد والله، فده إحساسي وأنا ببقى قاعدة هنا يعني. فيا رب تكون المجموعة اللي أنتوا يا رب اقتنطوها تكون بتعجب المشاهدين فعلا وبتفيدهم. ده كفايه موضوع اداره الوقت ده، انت دخلتينا دخله تانية خالص، حولتي مسار ناس كتير قوي في موضوع اداره الوقت. يعني ازاي نعمل انتاج كبير بوقت قليل وجوده عاليه. تمام كده. وجوده كل الناس على فكره حفظت، كله داخل لي الجروب ازاي نعمل انتاج كبير بجوده عاليه. عايزين نتواصل مع استاذه ولاء، انت مش عارفه مش راضيه تنزلي ارقامك ليه على الشاشه، مش عارفه بدوشانا احنا بقى بالتليفونات. انا بساعد بس بساعد. انت بتشرفينا والله وبتنورينا في كل حلقه. يا رب ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. فبصي بقى كمان عايزه اتكلم عن حاجه، اتكلم يعني ايه عنها العالم كله، حصلت يوم 24/12 اللي هو الحفله اللي عملها الرئيس اللي هو قادرون باختلاف ديت. يعني مش الاعلام المصري بس اللي اتكلم عنها، العالم كله، وانا احب برضو البرنامج كمان يتكلم عنها. ده بقى بس بجد ده الجمال، الجمال 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 الجمال، قمه الجمال. ما الاولاد الجميله دي، الملائكه دول طلع منهم مواهب فظيعه جميله جدا. دول ملائكه واقفين بيغنوا وبيمتعونا بحاجات جميله جدا، والاغاني طالعه من القلب. كل حاجه بص عندهم مواهب متعدده وفي كل حاجه. ما دول ذو احتياجات خاصه، انا بقى ايه، انا اللي ذو احتياجات خاصه مش هم، ان هم يطلعوا القدرات دي. فين الاب وفين الام اللي عملوا الحاجات الجميله، المواهب والتابلوهات الجميله اللي احنا شفناها دي؟ بجد انا كنت بحسد الرئيس. يعني الناس بتحسد الرئيس، بتحسد اللي بيشوف الرئيس او بيسلم عليه. لا انا العكس، انا بجد في اليوم ده حسدت الرئيس والناس اللي والفنانين والناس اللي كانوا معاهم. يعني انا شفت حته كده الفنانه شيري عادل وهي بتحضن الولد، انا كنت عايزه ادخل التلفزيون احضنه انا وابوسه وابوسهم كلهم. ايه الجمال ده؟ ايه الاب والام دول؟ بالذات هم بيغنوا اغنيه انا ابن مصر. بجد هم وجه مشرف لكل مصر. فعلا هم فعلا دول، هم دول فعلا الاغنيه تنطبق عليهم، انا ابن مصر فعلا، فعلا انا ضد الكسر. يعني انا نفسي بجد الناس اللي هي شايفه نفسها يا جماعه مش قادره تعمل حاجه، يعني بصوا يعني واقع عملي، حاجه عمليه فعلا. يعني قد ايه هي مشرفه، قد ايه الدنيا كلها بتتكلم عنها، وقد ايه جميله. الهمم دول بجد قلبهم جميل وهم جمال وبيطلع منهم حاجات جميله. يعني وانا يعني انا الاعاقه بالنسبه لي عمرها ما كانت اعاقه في جسد بصراحه. يعني العلاقه دلوقتي بقت جوه القلب، في الاخلاق، في الاعاقه، عقبه عقد القلب. مش اعاقة جسد او اي حاجة تانية فيا. يعني ربنا قال وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ربنا خص المرض بالقلب مش بأي حاجة تانية في الجسد. وقال تاني وأيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني التعب الجسدي ضر، مسه الضر. حتى يعني هو كان بيدعو ربنا باستحياء. يعني المرض في القلب يا جماعه. فيعني لازم يكون قلبنا فعلا جميل، ولازم يعني نعمل كل حاجه حلوه عشان نشوف التابلوهات النماذج المشرفه دي. والاب والام بجد انا بشكرهم، يعني انا برفع لهم القبعه. يعني ان هم ربوا التربيه دي. في ناس مثلا بتربي وبتصرف كويس قوي على اولادها ويرجع يقول ايه ده ابني وداني دار مسنين. وداك دار المسنين ده انا ما قصرتش معاه في حاجه. لا ما احتويتوش، اللي انت ما قصرتش معاه ماديات لكن انت اهملته كشخص، ما احتويتوش. يعني التربيه مش اكل وشرب ولبس وتعليم، التربيه اكبر من كده. ومبادئ وقيم واخلاق، مبادئ وقيم واخلاق، اهتمام واهتمام، تفاهم بين الاب ولازم اهتمام واحتواء. اهو ما يجي مثلا ما تيجي تكبر ودخلك دار مسنين وانت عمال تبكي وزعلان ان ابنك عمل معاك كده، هو مش حاسس بيك لان انت ما حسيتش بيه وهو صغير، هو مش حاسس بحزنك ده. يعني ربنا برضو قال يعني واخفض لهم جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
وفي حديث آخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لها يدعو له. هنا يعني إيه الرحمة في الآية الأولى مرتبطة بالتربية، والدعاء هنا في الحديث مرتبط بالصلاح، الصلاح ده برضو التربية. التربية يا جماعة التربية السليمة، التربية الصح، مش إن أنا بصرف الفلوس أسهل حاجة على فكرة، لكن الاهتمام واللي انت تبذل مع ابنك مجهود ده حاجه كبيره. دلوقتي لو ما حدش قادر يتفاهم مع اولاده ممكن يتابع برامج يعرف ازاي يتفاهم معاهم، في كتب بتتباع للكلام ده. اهتموا باولادكم، حبوهم، ادوهم من وقتكم. ما ينفعش كمان اربي بمكيالين، يعني مثلا انا ابني دلوقتي بقول له اوعى تكذب، الكذب حرام، وانا اكذب قدامه واقول ما تعملش زي ماما يا حبيبي. ماشي انا قلت له الكذب حرام، المهم التليفون رن، لا قول لعمه ان انا نايم، إن انا مش موجود، بابا مهون. ايوه ويرجع تاني لما يجي الولد يكذب يقوم ضربه. انت شتته، انت خليته مش عارف يعمل ايه، هو ما يفهمش الكلام ده كمان. فلازم تبقى حريص جدا. يعني خدوا بالكم يا جماعه، ربنا اداكم امانه ونعمه، هيسألكم حافظت على الامانه، صمت النعمه، مديك جواهر بين ايديك حافظ عليها راعيها كويس، عشان انت يعني انت تكون عكازه دلوقتي عشان ما تكبر يبقى هو عكازك. فما يعني ما تغلطوش في التربيه وترجعوا تقولوا ايه اللي حصل، ابني ابنك ولا تبنلوش. فلازم ترجع تاني، هترجع تاني زي ما في عقوق اباء في عقوق ابناء. ايوه يعني هو يقول لك ايه ده عقني، لا انت عقته قبل ما هو يعوقك. ايوه انت ما حافظتش عليه، ما خدتش بالك، خليت كل حاجه ليه سهله. طب فين التعاون؟ لازم يعني خليه يتعاون معاك في كل حاجه على قد سنه، لازم تحسسه يعني ايه مسؤوليه، ما تضغطش على الزرار كل حاجه ليه مجابه. احنا ديننا دين وسطيه يا جماعه، الدين دين وسطيه، خير الامور الوسط، ولا تكون صلب ولا تكون لين. لازم احافظ على الحاجه اللي ربنا مديهاني دي عشان ما ارجعش بعد كده بعد عمر طويل، بعد عمر طويل ازعل. معروف الحاجه اللي هي بتكون زياده عن حدها بتتقلل ضدها. الابن دوت، الابن ده انا بشبهه زي الارض الخصبه، ليه اراضي الدلتا اسعارها عاليه؟ عشان هي ارض خصبه جنبها نهر النيل. نهر النيل ده بالنسبه لي انا بيمثل لي الاب والام، زي ما انت هتروي هتاخد هتحصد، زي ما انت هتدي ميه وهتدي مجهود انت هتحصد الثمره بتاعتك ديت في الاخر. فلازم يا جماعه ناخد بالنا من كل حاجه، وناخد بالنا من كل حاجه لازم نحولها جميله، لازم نشوفها بصوره حلوه. يعني هو فريد الاطرش قال ايه؟ الحياه حلوه بس نفهمها، الحياه جميله. يعني الله اكبر عليك، يعني احنا قاعدين بصي احنا بنسمعك يعني مستمتعين جدا بالكلام بتاعك، مش عايزين نتكلم، عايزينك انت بس تتكلمي على طول كده. فيعني ايه الحياه حلوه وجميله وسهله، ليه مصعبينها على نفسنا؟ والله حلوه قوي، ليه اي حد بيصعب عليكي حاجه بيبقى لازم يكون فيها طرف تاني. لازم هو اللي يضغط عليكي، طب انت بتضغط ليه؟ الحياه حلوه سهله، كل حاجه جميله وكل حاجه مرنه، وده اللي في ربنا دايما شايفينه. فخلاص والله كل حاجه تبقى حلوه، كل حاجه بتتسهل. ونفسي بنفسي بجد الشباب بجد يعني اللي هو الاغنيه الجميله اللي هي انا ابن مصر ضد الكسر بجد يعملوا بيها. والله يا جماعه يعني مش اغنيه وخلاص، يعني انا مثلا برضو في حاجه استوقفتني اللي هي الهجره الغير شرعيه. ليه انت تبقى حاجه كده جميله، شاب جميل وخريج جامعي وتتهرب زي الحاجات اللي تتهرب؟ ليه تتحط في صندوق وتتهرب؟ ليه؟ ما انت اتصرفت وجبت فلوس عشان تتهرب. اللي خلاك تتصرف تجيب الفلوس عشان تتهرب، اشتغل، اعمل، امشي بعربيه، بيع خضار، عدي على، ادخل بمصالح حكوميه، اعمل اي حاجه، ابني نفسك. حتى لو عايز تسافر سافر بطريقه شرعيه تليق بيك وتليق ببلدك وتليق بنفسك. على فكره معظم رجال الاعمال الموجودين هنا والله يا جماعه جابوها من القاع. ايوه دي حقيقه. مش كلهم سافروا، النسبه الغالبيه العظمى جابتها من القاع. بس فانت يعني وكمان ما بيسافر بالطريقه دي، طبعا الناس هناك عارفين ان انت متهرب، بيضغطوا عليك ويستحمل. طب ليه؟
انت حتى انت لو ضغط عليك في بلدك وسبت الشغل شويه هتروح هتقوم تروح شغل تاني، لكن هناك مش هتقدر تعمل حاجه، مش هتقدر، هربان، كل حاجه مش شرعيه، مش هتقدر تعمل حاجه. فليه في مشاريع كتير انت لو فكرت وشغلت دماغك واستثمرت نفسك قبل ما حد يستثمرك او يضغط عليك او يهينك، انت بلدك حلوه. خلي بالك انا بوجه الكلام دوت مش للي هم الهربانين بس، انا بوجه الكلام ده لكل اللي عايز يسافر يشتغل بره. ايوه، والشباب اللي قاعدين على الكافيهات اقعد ماشي وخلي لك ساعه ترفيهيه وكل حاجه، لا لا مش لاقي. بعيدا عن انت مؤيد ولا معارض، ده حاجه وده حاجه، لازم تشتغل. مش كل وقتك بعد ما تتخرج من الجامعه قاعد على الكافي عشان بابا وماما موفرين لك، ده ما فيش وظايف. لا، انت اعمل اي حاجه، اعمل مشروع لنفسك. ليه مستني؟ ليه مستني حد يجي يساعدك؟ انت ابتدي الاول، انت ساعد نفسك. خلي بالك اي حاجه في بلدك هتعرفي تعمليها. طبعا. انما بره لا، انت رايحه عشان حاجه وبيضغطوا عليكي وهتفضلي بره عشان هي نفس الحاجه دي. فلوس اسرع، انا مش شايفه ان هي فلوس اسرع بصراحه، مش شايفه. فلوس ايه اللي تبقى تحت الضغط الرهيب ده بس؟ فيعني بجد لا لا لا، الهجره الغير شرعيه، واللي انت تعرض نفسك ولا للخطر. ولا الشرعيه، ولا الشرعيه، تهاجر ليه وتسيب بلدك ليه؟ تعرض نفسك للخطر، للضغط، لحاجات كتير. طب ما بلدك اولى بيك، انت ليه رايح تستثمر بره؟ طب ما تقعد تستثمر هنا، شوف نفسك، اشتغل على نفسك، طلع كل حاجه. يعني والله في مشاريع وافكار بسيطه، انت لو قعدت وانت قاعد كده في البيت هتلاقي نفسك بتنتج حاجات كده من اي حاجه حواليك. يعني اعمل كل حاجه كويسه، في عندك اكيد موهبه، مش لازم تكون شهاده بس او دراسه بس، انت برضو عندك موهبه، اكيد في حاجه جواك انت عايز تطلعها. طب ما تطلعها، يعني انت طلع الحاجه دي، وانت ليه مستني حد تاني غيرك يطلعها؟ فيعني دي كان نفسي بجد ان انا اتكلم فيها، وان كل شاب بجد يساعد نفسه، وكل بنت برضو تساعد نفسها وتشتغل وتعمل مشاريع، ويعني في الاجازات برضو اعملوا مشاريع صغيره، ممكن الولاد الصغيرين يعملوا مشاريع صغيره في الاجازات برضو يفيدوا بيها نفسهم. بجد حضرتك نورتيني وشرفتيني، واكيد كلنا استفدنا من حضرتك ومن خبرات حضرتك الجميله، واتمنى حضرتك تكوني معانا في حلقه تاني. وبجد حضرتك نورتينا، واستاذه روعه جميله متواصله معانا باذن الله. وهنطلع فاصل ونرجع تاني. شكرا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا القامه سفيره البهجه، سفيره الطاقه الايجابيه الجميله الممتعه اللي كلها حيويه اللي كلها انبساط اللي كلها كده روح حلوه، اللي دخلت المكان دخلت البهجة لينا والقلبنا والحياتنا كلها، أستاذة جيهان. أستاذة جيهان منصور، بصي الجمال كله حبيبتي. أستاذة جيهان منصور مدرب معتمد بثمان شركات بروتين برازيلي، ومدربة جمباز وعروض مسرحية للأطفال، ومنسقة ظهور، ومصممة إكسسوارات، ومدربة أطفال بصي بقى انا مش عارفه اخلص على فكره، كلها حاجات مبهجه وحاجات جميله وحاجات بتساعد في جمال الشكل وفي جمال الروح وفي جمال المكان في كل حاجه، هي جميله. ميرسي يا حبيبتي، بجد نورتينا، وبجد انا مبسوطه ان حضرتك معايا. انا مبسوطه اكتر اني معاكم، وكلام كبير وكتير جميله. انا موجوده جميل، انت بصي انت جميله، انا مبسوطه من كده بكتير، جميله بسببك. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة علينا ان شاء الله. سعيدة بوجودي معاكم جدا، ويا رب تكون حلقة كده لطيفة وخفيفة وما تقلش على حد. خفيفة جدا، بصي النور، بصي الجمال، اول ما دخلتي كله مبسوط كله بيضحك، تحس ان في ورد كده بيرقص في المكان، كلها ورد اصلا. بجد سفيرة الطاقة الايجابية، مفيش حد يقول عليكي غير كده. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي. حضرتك بقى في كل الحاجات الكتير دي كلها ازاي بتوفقي ما بينها؟ بصي، هو فن إدارة الوقت ده مهم، انك انت تقدري تعملي اكتر من حاجة وما تأثريش، يعني تعمليها بضمير. ايوة. يعني الجزء من الثانية لازم تستفادي بيه، يعني مش بحب تضيع الوقت على قد ما بقدر. لو في انتظار في حاجة ممكن اكون بعمل حاجة تانية او بعد حاجة تانية او حتى ارد على حد او اعمل مكالمة او احضر حاجة، فما بحبش تضييع الوقت يضيع مننا وخلاص، الحياة قصيرة قوي.
والمفروض ان يعني ربنا يحاسبنا على كل دقيقة او ثانية عايشينها، فعلى الاقل نحاول نبقى ايجابيين فيها، نتعلم نعلم نستفاد نفيد اكتر. انا بجد انا اللي هستفاد دلوقتي اساسا. عايزة بس انا عايزة اسأل بس سؤال بسيط كده، ازاي بقى حضرتك بتوفقي بين مجال التجميل ومجال المسرح والمسرح ومجال الاخراج ومجال الجمباز ومجال الاعداد ومجال المدرسة، والتعامل بتاعك انا ملاحظه ان هو كله مع كله الاطفال، مع الاطفال، حتى سواء علاج التجميل. علاج شعر، سواء جمباز، سواء تعليم اطفال، سواء مسرح، سواء كل حاجه الاكسسوارات. هو في اجمل الأطفال. في اجمل في الدنيا من الاطفال؟ في إيه حاجه اجمل إيه من بقى اللي مرتبط عندك العيش بالاطفال يعني. ان انت تخصصي كل حاجه بتدرسيها للاطفال؟ اولا انا مدربه للاطفال، مدربه جمباز، ويعني كل مجالات المسرح، يعني التمثيل، التعبير الحركي، الرقصات، الاوبريتات، كل دوت بتعمل يعني بمرن اطفال من اكتر من 20 سنه، اكتر بكتير يعني 20 سنه مدارس. لكن قبل كده كنت انديه. لا انا مش صغيره على فكره، انا عندي 48 ما شاء الله. والسن بالنسبه لي رقم، سواء كنت 48 او 88، هي ايه الفرق؟ انك طول ما انت فيكي نفس لازم تتعلمي وتعلمي. ده كلام احنا نعتبر دي رساله لكل ست. طبعا طبعا عدت ال40 عدت ال40 او عدت ال70 مش فارقه انت. لا ما احنا عندنا الستات المصريه معلش بيبقى عندهم الطاقات السلبيه بعد ال40 بتخليهم يطلعوا لل80 حته واحده، من بعد ال30 كمان، مش من بعد ال40. الطاقات والله السلبيه عند الستات المصريه 90%. بصي انا مش بحب استسلم، يعني طول ما فينا نفس لازم نحمد ربنا ان احنا عايشين، وان ربنا مدينا يوم تاني في حياتنا يعني نستفيد بيه ونفيد بيه، مش نستفاد بس. يعني طول ما فيكي نفس اتعلمي، احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم، بنتعلم من اخطائنا، بنتعلم من مجالاتنا، بنتعلم من حياتنا، بنتعلم من بناخد دروس، ويا ريت افضل كمان زي ما بناخد دروس ندي دروس، يعني نعلم غيرنا، نفيد غيرنا، نساعد غيرنا. طول ما فيكي نفس نحمد ربنا ان ربنا ادينا نعمه ان في يوم تاني في حياتك تعملي فيه حاجه كويسه، تتجنبي حاجات وحشه. على قد ما بقدر ما بنامش كتير، بستفاد بالوقت على قد ما اقدر. انا برغم ان انا بنام بدري جدا، ايوه، بس بصحى بدري جدا. ايوه، جرس بيضرب بالظبط بالظبط. بالنسبه لعلاقتي بالاطفال زي ما حضرتك سالتي، الصبح انا في المدرسه تدريب. زمان قبل المدرسه كمان كنت انديه، كنت بمرن فرق جمباز في انديه كتير، بعدها طبعا بمرن في مدارس، عده مدارس كتير، كل ما يخص المسرح. اطفال طبعا. معلش بس اقطع حديثك، معانا مكالمه تليفونيه. ايه؟ الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. ايوه، ازاي حضرتك؟ انا بتصل عشان اسلم عليكم في الاول. الحمد لله يا حبيبتي، نورتينا بجد واسعدتينا، اتفضلي سلمي عليها. ايوه، انا مع الاستاذ. الرياضه مش بالسن حضرتك، الرياضه يعني شباب. طبعا، اهلا بيكي، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. يعني 30 40 50 سنه الرياضه دي اي حد يعملها بيعيش وشباب وكل حاجه حلوه. طبعا، ولو حتى مشي يا بنات، يعني اقل حاجه وابسط حاجه رياضه المشي. ايوه طبعا. ايوه، هي بتلعب رياضه؟ بتلعبي رياضه يا ايه؟ ايوه اكيد على طول. عندك كام سنه؟ عندي 25. بسم الله عليكي، صغنونه لسه. جميله خالص وصغيره. ما انت لازم تلعبي رياضه، لازم ضروري رياضه. حتى عندي ابني سنه ونص وبيلعب برضو معايا كده، ما بشوفني بتحرك وبعمل رياضه بيعمل زيي. ايروبكس بقى، بتشغلي ميوزك وتفضلي تعملي تمرينات؟ ايوه، وبالذات الزومبا. برافو عليكي، هايله. كله ما يعملها هايله كده. معانا لسه ولا ايه؟ ماشي، سلام يا حبيبي، نورتينا. ايه، نورتينا بجد وشرفتينا، ومكالمتك اسعدتنا. نكمل بقى الكلام مع الجميله، اتفضلي. انا عايزاكي بقى تكلمينا عن ازاي نشحن طاقه ايجابيه ونتخلص من الحاجات السلبيه اللي في حياتنا. ازاي بقى؟
ازاي نخش المكان نعمل زي ما حضرتك عملتي كده، ندي طاقه ايجابيه. بصي يعني على فكره الطاقه الايجابيه من وش حضرتك كمان، يعني ربنا من اول ما داخله كده بشوشه ومبتسمه وسامحه كده وجميله. ربنا يخليك. هو السعاده باختصار في الرضا، ارضي هتلاقي مفيش مشكله، مفيش يعني مفيش حد خالي من الم وتعب ومشاكل ووجع وكل حاجه. بس يا ايه الفرق بين شخص على طول بيشتكي 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 وسوداوي وغير راضي وزعلان وحزين، لا يعني، وتلاقي شخص تاني العكس، هتلاقي ان الاتنين عندهم نفس المشاكل بس ده واخدها برضا قوي فممكن ينساها، ممكن يتلاقي في حاجه تانيه، ممكن تلاقي سعادتك كمان في انك بتساعدي اللي قدامك او بتسعدي اللي قدامك، بتكتسبي سعادتك دي من سعادتهم هم، حتى لو مش شخص، اي مخلوق، لو حيوان، لو هتسقي حيوان ولا هتاكلي قطه ولا هتساعدي حد تعبان، ده بتكتسبي منه. انا بحس اني لو عملتي ده انا بجيب السعاده ليا، مش انا اللي بديهم السعاده، يعني سعادتي من اني اسعدت غيري او اني ساعدت غيري. فحته اني عامله ايه، انا تعبانه، عيانه، حصل لي اتحسدت، حصل لي معرفش ايه، كم طاقه سلبيه بتستفادي ايه؟ يعني لما تصبي ده على شخص فيما يكفيه اصلا، بتبقى شحنه فعلا، بتبقى شحنه فعلا ممكن تمرض اللي قدامها. ما هو بنحاول مع كل الاشخاص اللي حوالينا مره واثنين وثلاثه ان نغيره بطريقه مره مباشره، بطريقه غير مباشره، بنصايح، بكم موقف كده ممكن نقوله لهم، لكن لما نحس انه هذا الشخص ملوش حل وبدا يأثر عليا يبقى انا اعتزل ما يؤذينا زي ما قالوا. تمام. اعتزل ما يؤذيك لان هو ملوش حل، هو يعني سوري، هو مش هيوقفك، هو كمان هيرجعك لورا وهيهدر من طاقتك، هيهدر من وقتك، مكالمه طويله ملهاش لازمه، مقابله هتلاقي نفسك بتبقي وراكي حاجات جميله، اتطفيتي واتغيرتي ورياكشنك بان يعني على ايه. ما دام ما فيش حل وهو مصر او مصمم على كده، انا يعني بعترف اني بحاول مع اشخاص كتير مره واثنين وثلاثه، يعني في عز الالم ممكن تبتسمي، في عز الالم ممكن تبقي نفسيا برضو كويسه لانك راضيه، عكس حاجه صغيره قوي بتجيلك وتكبريها قوي، الموضوع مش مستاهل. يعني نبص لغيرنا على اللي بيتألموا بجد او اللي موجوعين بجد او المحرومين بجد او اللي شافوا ابتلاءات قويه، نحمد ربنا طبعا. الحمد لله. انا عايزه بقى اسال حضرتك في حاجه، في ناس مثل على طول بيتقال في مصر يقول لك صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق، يعني يقول لك لا كذا مجال مش هينفع، كذا مجال مش هننجح. وانا شايفه حضرتك بسم الله ما شاء الله ناجحه في كل المجالات اللي حضرتك الحمد فيها، الحمد لله. فازاي قدرتي تعملي ده؟ اثبتي لهم عكس اللي بيقولوه ده، عكس المثل تماما. والله في اشخاص ممكن تكون ناجحه وبارعه في اكتر من ثلاث مجالات، يعني في دكتور ومهندس، في بيبقى موظف الصبح وبيشتغل بعد الظهر حتى لو يعني اي مهنه بسيطه او فاتح مشروع حر او سواق تاكسي او يعني اي شخص ممكن بتنظيم وقته وبحبه للي بيعمله ينجح في أكتر من خمس ست مجالات، مش مجالين أو ثلاثة. أنا من رأيي اللي بيفشل إن هو بيكملش، يعني مثلا لو حد دخل في حاجة وفشل فيها فهو ما كملش عشان خاطر ينجح، هو مع أول خطوة أول مطب قبله رجعه لورا تاني، راح قال لأ أنا هخش في حاجة تانية وجرب الحاجة التانية مع أول مطب، عشان كده هو بيحسب نفسه إن هو إنسان فاشل، إنما هو بيجربش ويعدي ما بيصرش. أيوة لحد ما ينجح. يعني النجاح ما بيجيش بسهولة زي خالص. ما الناس فاهمة. أيوة. أو إن هي ضربة حظ فنجحنا وتألقنا والمعنى، لا صدقوني لا، يعني هو طول ما في إصرار، يعني العلماء وكل اللي نجحوا هتلاقيهم فشل وفشل ذريع ومرات كتيرة جدا. أيوة. اللي بينجحهم الإصرار والطاقة اللي جواه، إن هو كده مصدق نفسه إن هو في يوم من الأيام هيوصل. بنطاطي للريح مرة، بنقع على ركبنا مرة، بنقوم، بنحاول نقوم، بنقف، بنقع، بنكمل تاني ما دام احنا عايزين ده. وطول انا هعيد لك تاني ان طول ما احنا فينا نفس لازم تتعلمي، طول ما ربنا مديك الحياة يوم اتعلمي منها حاجة، والافضل انك لما بتتعلمي حاجة تعلميها بس.
طيب حضرتك بقى بصي، مش معقول تبقي معانا وما تكلمناش عن البروتين وعلاقتك بالاطفال، وازاي بتقعدي يعني ازاي الطفلة قدامك الوقت ده كله؟ بصي الموضوع صعب على فكره. هو صعب فعلا، لان ما شاء الله هقول لك هم طاقتهم ما فيش طفل طبيعي. ولازم نتكلم عن البروتين. ايوه يعني مش معقول استاذه جيهان منصور ما تبقى معانا وما نتكلمش عن البروتين. حاضر. انا بالنسبه لموضوع الاطفال صعب تقعدي طفل يعني عنده طاقه مده كبيره تحبسيه او تاثريه في كرسي. هي الفكره ان احنا بناخدها عارفه فن في الجلسه، بقعد ادردش معاها كتير، بفهمها ان هيحصل ايه في النتيجه. معانا مداخلة، اتفضلي. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. الحمد لله تمام. انا بس بتصل عشان خاطر اشكركم على البرنامج الجميل ده. مفيش اجمل مني. وبشكر القمر انسة وفاء حبيبة قلبي. ربنا يخليكي، ومدام روعة اللي اتعلمنا منها كتير وهي انا واحدة من ضمن اللي كانت عملت لي شعري. حبيبتي ربنا يبارك لك ويخليكي يا رب. ايديها ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليكي. والعسل السكر بتاعتنا مدام جيهان منصور. ميرسي حضرتك. معاها كل سنه واستفدت منها كتير جدا. كل سنه وانتي طيبه. بجد بعشقك وبحبك قوي قوي حبيبتي. كل سنه وانتي طيبه. تسلمي. ميرسي. وانتي طيبه حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب. يا رب. ربنا يخليكوا يا رب. بجد بنستفاد من البرنامج يعني كتير جدا. ربنا يبارك لك. ربنا يخليكي. ربنا يخليكوا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. طيبه يا رب. ربنا يخليك. السلام عليكم. معانا مكالمه ثانيه. مين معانا مكالمه؟ معانا مكالمه. مدام بسمه. مدام بسمه. الو الو. ازيك يا فوفا؟ الحمد لله. الو. بسمه ربيع. منورة الدنيا يا حبيبة قلبي. ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ وحشتيني والله. منورة يا روعة. عاملة ايه يا حبيبة قلبي؟ دي ضفت حلقات كتير من حلقاتنا بسمة ربيع. اخر مرة كنا بنحييها بالاوسكار. ازيك؟ اهلا بيكي. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة. الصوت وانتي طيبة يا قمر. ايه الاخبار؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله عليكم حبيبتي. تسلمي. منك ربنا يخليكي. دايما متالقه كده يا استاذه جيهان. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ميرسي. منوره الحلقه ومنوره القناه ومنوره كل حاجه انت كلها. ربنا يخليكي. معايا حد عايز يكلمكم. مين؟ طفل؟ ابنك؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. مين؟ كلمي. معاكي استاذه رندا ابراهيم. حبيبه قلبي. استاذه رندا اللي ما جاتش النهارده تبقى معانا دلوقتي الفقره اللي فاتت. يلا يا رندا مستنيينك. وما جاتش. عامله ايه؟ والاعلان بتاع استاذه رندا نزل من غير ما هي ما تبقى موجوده. انا اسفه جدا لظروف طارئه، بس ما شاء الله عليكي منوره يا استاذه جان. نورك حبيبتي، ويعني الحلقه ناقصاكي. الله يخليكي. ميرسي جدا يا حبيبتي. ازيك يا روعه؟ ازيك يا حبيبتي. انا زعلانه منك. انت بتصالحيني على الهوا؟ مع بعض باستمرار يعني. بتصالحيها على الهوا يا رندا؟ بتصالحيني على الهوا؟ اه ماشي. زعلانه برضو ما اشوفك. منورين طبعا، وبرنامج موفق وروعه طبعا. جمالك مع روعه ده برنامج ناجح جدا، وربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. طب بصي، بمناسبه بقى انك معانا على الهوا كده، عايزاكي بقى تقولي كلمتين على الدوره التدريبيه اللي هي ان شاء الله يوم 20. انا نزلت الفيديو بتاعها، بس انت بقى اولى انك تتكلمي بيها. احنا يوم 20/1 في المركز الرياضي الاولمبي. دي دورة ثقافية تعليمية هتكون خاصة بمجال عالم التجميل كله. ممكن ننزل فيديو. وان شاء الله دي محاضرات يا جماعة، والله مش ايفنت. ناس كتير فاكراها ان هي ايفنت او مهرجان، لا دي دورات تعليمية. الدورة هتكون فيها محاضرة كاملة للصبغة نظري وعملي، هيتطبق عملي. وهيكون في محاضرة لعناية بالبشرة، يعني المحاضرات بتاعتنا كلها تخص الشعر والبشرة.
وطبعا هي سعرها مدعم جدا، و150 جنيه الاشتراك بتاعها، وفيها سادات معتمدة من الأكاديمية، والحمد لله يعني احنا عاملين حاجة لدعم، بندعم بيها الشباب، نرفع كفاءة كل من حابب ان هو يتعلم المهنة وياخد معلومة سليمة وصحيحة. بالتوفيق يا رندا. بالتوفيق ان شاء الله، يوم موفق بالتوفيق باذن الله. كده خلاص المكالمة راحت. عايزين بقى نرجع لك ونكمل معاكي، وعايزه اقول لك ان الناس اللي هي بتشتغل كتير زي حضرتك كده، هل هم عندهم وقت يسافروا، عندهم وقت يخرجوا، عندهم وقت يتفسحوا؟ الحمد لله عندهم، بس زي ما قلت لك باداره الوقت، وباني يعني ما تناميش كتير قوي، ما تضيعيش اليوم. زي ما قلت لك بنام بدري، بصحى بدري، فبرضه في البكور كده بيبقى في بركه في حاجات كتير. ايوه بتقومي فايقه كده وبتعملي حاجاتك، ممكن تعملي حاجات البيت، ممكن تعملي اللي وراكي. بعدين بروح مثلا مدرسه، انا ما بروحش كل يوم اصلا، فعندي شفت كده بعمل بعد الظهر بقى الشخصيه الثانيه. والسفر بقى، طيب حضرتك سافرتي كتير وقلتي لي نبذه كده بسيطه، هل استفدتي من السفر بتاعك؟ اكيد السفر فيه يعني مش 7 فوائد، انا بعتبر 70 فايدة، انك بتاخدي ثقافات وبتتعرفي على كل حاجه، يعني ثقافتهم واساليبهم وسلوكهم واكلهم وكل حاجه. فانا بعشق السفر جوه، يعني عايزه اقول لك بتمنى ان انا اسافر كل محافظات مصر، في محافظات كتيره جدا لسه ما روحتهاش، بتمنى ان شاء الله ربنا يدينا عمر ونروح بقى نشوف يعني اجمل بلد في الكون. مهما اوصف لك محدش بيحس بقيمه بلده غير اللي بيطلع بره. فمصر يعني مهما روحتي اتبسطي وعيشي وتفسحي وتصوري، هترجعي لبلدك تحمدي ربنا عليها. ربنا يحفظها يا رب. يا رب ربنا يحفظها. احنا عارفين طبعا ان حضرتك وصلتي بقى بالاطفال للعالميه. ايوه لسه كنت هسالك السؤال ده. الحمد لله يا ولادنا في المدرسه اللي بشتغل فيها، احنا عاملين اوبريت عن الميه فوق ال20 سنة، يعني عملناه من 20 سنة، ده خاص بينا احنا، يعني حقه ملكيه فكريه كامل، من تصميم الرقصات للتدريب لتاليف الكلمات للتلحين لكل حاجه بتاعنا احنا. أيوة. يعني مش اوبريت من مثلا نت وبناخده ندربه. فهو الحمد لله نجاحه بانه على مدى 20 سنة كل الأجيال عندي في المدرسة، مجموعة من الأطفال بتخرج غيرهم بندربهم، بيخرجوا غيرهم بيدربوا. فدلوقتي ما شاء الله هو فعلا عدى 20 سنة بالضبط، كل جيل بندربه وبنكرر نفس الأوبريت، سواء جوه مصر في منتديات المية، هو حاجة عن المية يعني بيقولوها. بصي هو مجموعة من غنى على رأس حاجة. على تعبير حركي. ينفع أي حاجة؟ سوري ينفع اي حاجه تقوليها من الاوبريت ده؟ لا هو بصي هو متالف انجلش ومتلحن، والولاد في الاوبريت نفسه تمثيل على تعبير حركي على مهارات. كله على بعض. هو مدته بيبقى حوالي ربع ساعه، واتعرض في المنتدى العالمي للمياه. ما جبتلناش الفيديو ليه نعرضه برضو نشوفه؟ المره الجايه يعني ما لحقناش. هو كان في المنتدى العالمي للمياه في كيوتو في اليابان من 20 سنة، وبعدين طلعنا بيه برضو المكسيك، وبعد المكسيك البنك الدولي شافونا هناك وطلبوه تاني، وعملناه برضو في احدى الاوتيلات، ولسه عاملينه من شهرين برضو في المناره، وان شاء الله يعني هيفضل مستمر باذن الله على مدى السنين الجايه باذن الله. طيب حضرتك دلوقتي في ستات بيقولوا ان هم مش عارفين ينجحوا بسبب الجواز، هل الجواز بيفشل ولا بيساعدك عادي ان انت تنجحي وبتكملي، يعني بيمشي الحياه طبيعيه عادي؟ هو الجواز البنت زي اللي مش بنت؟ لا، هو الزواج مسؤوليه وتفاهم قبل اي حاجه، يعني حتة ان في تفاهم بينك وبين جوزك، وانك يعني عاملة كل حاجة على اكمل وجه، وهو شايف انك واخدة بالك من البيت ومن الولاد ومن مذاكرتهم ومن كل حاجة، وطلبتي منه انك تشتغلي، وهو كشخص يعني بيدعمك وما بيحبطكيش، بالعكس انت ممكن تنجحي بيه طبعا. يعني ما فيش حاجة اسمها الزواج بيفشل، هي يعني انت شخصيتك او انت ارادتك ايه.
ده بيجي بالتفاهم، يعني ما بينفعش في يوم وليله مع كل الناس. مش هقدر انصح بيها كل البنات، انا مش عارفه يعني شخصيه جوزها عامله ازاي، بس دي لازم بتكون من الاول ان انتم متفقين، يعني لازم يبقى بينك وبينه في يعني نقط معينه متفقين عليها ان انا هشتغل. اللي هو من الاول كده قبل ما تخشوا في اي حاجه في واحد اتنين تلاته، ولنفرض ما كانوا متفقين ان هي مش هتشتغل، عايزه اقول لك ان المراه مراحل، يعني أيوة. انت السؤال ده كنت انا جايه لك بيه دلوقتي حالا، من قبل الجواز لحد لما تكبر بقى. طبعا يعني في العشرينات نتكلم او عن مراحل المراه، دي مراحل المراه جداً. يعني بصي هقول لك، البنوته اللي لسه عروسه ولسه عندها بيبي دي مرحله، يعني مرحله العشرينات. طب واللي قبل البيبي؟ قبل البيبي بس بنقول العشرينات، بنقول العشرينات. ايوه العشرينات غير الثلاثينات غير الاربعينات، يعني لما بتبقي في العشرينات لسه في طاقتك وعنفوان شبابك وبصحتك وباحلامك وبطموحك، فبيبقى من جواكي حتى عندك كل حاجه، بس عايزه تثبتي ذاتك، عايزه تجددي حاجه في البيت، عايزه تجاملي صاحبه ليكي، بتبقي محتاجه دخل ثابت ليكي من غير ما تقولي مثلا لجوزك محتاجاه، في افكار جديده، في مهاره اتعلمتيها، يعني انت نفسك شخصيتك بتتغير، انت ممكن يكون ما عندكيش يعني موهبه معينه او شاطره في مجال معين، بس اتخدتي كورسات في حاجات، في هاند كرافت، في تنسيق، في ديكوباج، في حاجات معينه في البيت، فأي شغل لقيتي انك انت بقيتي شاطره فيه فعايزه تشتغلي. حته ان انت تقنعي بيها جوزك دي عايزه بقى ايه؟ هدوء وتفاهم، لان هو اول حاجه بيتخض اول ما بتقولي له كده، بيقول لك طب بيتك، طب ولادك، لو ظبطتي مواعيدك مع مواعيد ولادك، يعني في الفتره دي مثلا هم في المدارس وانت في الشغل وهتتقابلوا بعد الظهر في نفس الوقت، ده هو بيبقى اللود زياده طبعا، بس صدقيني مع طاقتك ومع تنظيم وقتك بتعرفي تظبطي، بس هي بالراحه وبتفاهم مش بشد. بس اكيد لازم يبقى في دروب برضو، ان واحده مثلا بتبقى في البيت وبعد كده بتخرج، لازم يبقى في وقوع في حاجه معينه في البيت، أكيد. هو لازم يتفهم الحته دي ويقف يسندها طالما وافق، صح ولا غلط؟ اكيد. بس اللي بتشتغل دايما بيبقى ما عندهاش اجازه، يعني يوم الاجازه ده بتتفرغ بقى للبيت، للترتيب، للتنظيف، للاكل، يعني بتحاول دايما، اللي بتشتغل بيبقى اللود عندها اكتر، بس صدقوني طاقتها بتبقى اقوى طبعا. اكتر ما طبعا. يعني عايزه اقول يعني كل الستات في كتير قاعدين في البيت قاعده عيانين اكل ازازه ازازه تلب تتخن، طاقتها انا عايزه سلبية. بس رغي. نصيحه منك لكل الستات والبنات اللي بيشوفوكي دلوقتي عشان هنختم الحلقه، بس النصيحه تكون ايه؟ هتفيدهم بجد ان هم يكونوا ايجابيين جدا في حياتهم. انا بنصح كل الستات مفيش حاجه اسمها سن او ظروف او مرض، يعني ربنا يعفوكوا، بس انا بقصد ان كلنا بنتعرض لده، لتعب والامراض والضغوط نفسيه والدروبات والوجع والابتلاءات والمواقف، نبقى زي الفل في حاجه ومره واحده يحصل حاجه، يحصل مشكله، يحصل مكالمه، يحصل زياره، تلاقي كيانك كله اتقلب. انا اللي بنصحك بيه انك على قد ما تقدري ما تهدريش ثانيه من وقتك، ما تضيعيش وقتك باشخاص سلبيين يوقفوكي او يعرقلوكي او يوقفوكي او يرجعوكي، طول ما فيكي نفس اتعلمي وفيدي واستفيدي، والسعاده صدقوني والله مش كلام، السعاده في انك تساعدي، السعاده في انك تسعدي، السعاده في انك تدي، والسعاده في انك تتعلمي. بصي طاقات ايجابيه على قد ما تقدري، اعتزلي الحاجه اللي هتتعبك، دوري على حاجه حلوه تبسطك، يعني لو قاعده مع صاحبه حلوه بكوبايه شاي او قهوه دي حاجه كويسه هتسعدك، بزياره، بمساعده، بمكالمه، بهديه لحد، مش شرط هو يديها لك، انت اديها له. بجد انا مبسوطه جدا ان انا شفت حضرتك، واكيد كلنا استفدنا من حضرتك، من احلى الحلقات بجد ومن اجمل الحلقات بجد. انا اللي سعيده بيكم وتشرفت بيكم، يا رب اكون ضيفه خفيفه كلنا. ده خفه وبهجه وحاجات كتير جميله بجد حبيبتي، اتمنى اشوفك مره تاني ان شاء الله، واكيد المشاهدين هيتمنوا كده، وهتوحشيني وحشيني جدا. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم، يا رب تحققوا فيها كل اللي انتم عايزينه. امين يا رب. كل سنه وانتم طيبين. انتهى ميعاد الحلقه بتاعتنا، انتهى الوقت بتاعنا،
وبجد انا استمتعت جدا. انتظرونا الحلقة الجاية مع ضيوف جمال برضو بكرة ان شاء الله. هي الحلقة بتاعت بكرة الساعة 2 على الهوا برضو ان شاء الله. شكرا لكم، كل سنة وانتم طيبين.